ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا 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 الحلقه اللي فاتت. والنهارده هعمل لنا ايه؟ لكم بقى سلطه بالمايونيز بالبطاطس. سلطه اسهل حاجه وبسيطه وتجوعك وتفتح نفسكوا وتاكلوا معاها اي حاجه. لا احنا معانا صدر ديك رومي يا توتا النهارده، يعني موضوع صح كده؟ طيب قولي لي المقادير بتاعتك يا توتا. السلطه دي يا ماما هتاكلنا مع الديك رومي. تمام. معانا مشروم، ايوه، بطاطس، ايوه، فلفل الوان، جزر، بصل، بقدونس، مايونيز، ايوه، بسله، كرنب احمر، بس. ومعانا خس صوص بقى. طب يلا معانا الكبير عشان ماشي نجمع فيها الخضار. وانا يا ماما العافية يا حبيبتي. يلا انا هجيب الحلة بتاعتي. يا مامي ماشي يا حبيبتي. يلا جبت الحلة بتاعتي هسخنها اهو يا توتة قبل ما انت تعملي ال انت شكلك انت بتعملي ايه كده دلوقتي؟ معايا بتعملي ايه دلوقتي؟ بحط المايونيز. طيب تمام. اه تفتكر كل خطوه انا مش حاسباها. ايه دي؟ في المايونيز. تمام انا مركزه عشان متابعين يعجبهم السلطه. طيب اي حاجه بقى تحطيها يا توته لازم تبقي انت عارفه انت بتقولي ايه وبتحطي ايه، الساده المشاهدين يبقوا عارفين انت بتحطي ايه. انا عايزه اقول لكم حاجه، احنا طلعنا ده ليه؟ عشان احنا هنحط على الخضار. ابدأي بقى اعرفيهم انت بتحطي ايه على ايه وبتعمليها ازاي. ملح وفلفل، حطينا ملح وفلفل. ايوه يلا بينا بقى نقول لكم ايه. ينفع شوية زيت يا مامي؟ اه حاضر اتفضلي. انا حطيت شوية زيت هنا في الحلة وهحط زبدة، بس انا هستناكي اما تخلصي. يلا هنحط شوية بهارات. حلوة اوي. تمام بس انا مش هحط العصير برتقال كله عشان عايزة احطه مع الخضار. لا بس ده الصوص كده مع بعضه يا توتة. ايه؟ صح؟ هتحطي شوية؟ اه. تمام. ايوه قلبي بدي بالراحه بس بالراحه. طبعا كده حطينا ايه المكونات معانا؟ قولي بقى المكونات اللي انت حطيتيها. مايونيز، فلفل، ملح، بهارات، بس، زيت، فلفل اسود، عصير برتقال، بس. حلو قوي. ودي اللي احنا متمكنه ازاي وبتتكلم؟ ملح، فلفل، زيت. طبعا احنا توتا ممكن نحط معلقه خل صغنونه كده. ماشي يا مامي براحتك. اتفضلي يا استاذ بس حبه صغننين قوي يعني. بصي كده بس كده. هو نزل كتير طبعا. المفروض نحط معلقه صغيره، احنا متعودين لازم الحاجات دي احنا متوقعينها من الاطفال ان احنا الحاجات تزيد منهم، بس انتوا بتقدروا تعالجوا الحاجات دي او بمعنى اصح بنعمل بكميات صغيره عشان هما بيتعلموا. نخلي بالنا. تمام كده؟ طبعا خلاص الصوص بتاعنا خلص. طب توتا احنا ممكن نجيب مضرب سلك نضرب بيه؟ اه يبقى افضل. يبقى افضل بكتير. اتفضلي يا استاذه. ايه ده؟ طيب انا هحط الزبده هنا يا توتا قبل ما انت تقلبي وابدا اعمل الرز. احط مكعبين كده. بصي الحركه دي حلوه قوي. ايوه بصي بقى بدا ينسجم مع بعض ازاي. عشان انا بعمله بسرعه. بس يا توتا الشيف المحترف اللي بيمسك بايد واحده كده. عارفه ليه انا بعمل كده يا ماما؟ عشان دي اجمد. فهمتني؟ وعشان ما يقعش الرجوله وعشان هدومك. صح كده؟ اه صح. طيب احنا كده سخنا الزبده والزيت مع بعض. عايزين نقول معلومه، احنا هناخد الشوربه بتاعتنا هنعمل بيها الرز، هتدي طعم حلو قوي. الرز هيبقى طعمه تحفه. ممكن تبص على بصة كده على الصوص بتاعي؟ حاضر يا حبيبتي. نشيل الرز من على النار بس هروح لتوتة. اه هاتي كده قلبه لك تقليبة. اه حلو قوي. بص سمكه حلو ازاي؟ حلو قوي يا توتة يسلم ايديكي. طيب قولي لي بقى هتعملي ايه الخطوة اللي بعديها؟ هو احنا خلاص هنسيبه؟ ايوه اتفضلي. نرجع شعرنا ورا بس. شاطرة يا توتة. دي أول حاجة أعملها. وريحته الليمون حلوة فيه قوي على فكرة، أنا بحب الصوصات اللي توتة بتعملها وبتبقى فيها ليمون بتبقى طعمها حلو قوي. هنحط الكرنب. الكرنب مش عارفه لونه بيربل اهو. هنحط المشروم. ايوه ده مشروم فريش يا توتا صح؟ طبعا مقطعاه مكعبات صغيره. اه حلو. وطبعا معانا البطاطس الطريه. البطاطس دي انت عامله ايه؟ سلقاها؟
طبعا. تمام. ما ينفعش لازم توضحي ان احنا سلقناها. لازم نسيبها في الميه. لو حتى نسلقناها لازم 10 دقايق في الميه. لا ما ينفعش نخرجها من الميه، قصدك لو مش سلقناها صح كده؟ طيب برافو عليكي. فلفل اخضر وحطينا الكابوتشا او الخس. اديكي حاجه تقلبي بيها. طبعا شكرا. برافو. حطينا البقدونس. قولي معلومات مهمه. حطينا البقدونس على مهلك. ودي كلها فوائد طبعا. ايوه صح. هنحط البصل. بتقول المعلومة بفوائدها. حط البصل. حطينا البصل. توتا ليه مش عارفة، أنا حاسة إن أكلتك هتطلع أحلى من أكلتي. وحطينا البسلة عشان فيها فوائد كتير. بس مركزة ما بتردش عليا. مركزة في أكلتها ما بتردش عليا. عشان فيها فوائد كتير يا ماما طبعا. أيوة حبيبتي. أنت حطيتي البسلة؟ حطينا البسلة والجزر. برافو. طبعا وهنشيل دي بقى. هنحط كل العصير البرتقال. توتا انت حتى الوان حلوه مع بعض. توتا دايما بتعمل لنا السلطه بتاعتها بالوان مبهجه كده. برافو عليكي. بص احنا عايزين نديها تقلبتين كده. ايوه عشان ندخلي الالوان في بعض. ايوه. وبعد كده ايه نبدا ننزل الصوص بتاعنا. ايوه واحده واحده كده. برافو. شكرا. شيف توتا ايه الجمال ده؟ الوقت. طبعا مفيده جدا تحطها في اللانش بوكس. ممكن تدوه ساندويتش. برافو عليكي. صح ممكن نحطها في اللانش بوكس واحنا رايحين المدرسه الصبح او احنا رايحين النادي. برافو معلومه حلوه منك يا توتا. حط شويه فلفل بس كده. تمام. ماما تعرفي المشروب انا ممكن اساعدك فيه بروتين زي كل حد. توتا وانت عارفه طبعا معلومه ان المشروم فيه بروتين. فيه بروتين. برافو عليكي. طب انت ممكن تستخدمي دي احسن. دي اصلا ماما ينفع تديني زيه زي لحمه بالظبط يا توتا. بس مش زي هو البروتين هو طبعا اللي في اللحمه. عارفه الثانيه اني الغرافه اللي هي مدقايره دي. ايوه طيب ماشي. بس دي كنا بنعمل بيها شوربه مفيش مشكله. مش مشكله يعني. طيب الشوربه زي يا توتا عبال ما احنا نغرف طبقك يا توتا احنا ممكن نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.